افضل مكمل غذائي لعلاج الضعف الجنسي وضعف الانتصاب. المفعول بتاعه بيتقارن في دراسات كتيره مع السيالس والفياجرا، وبيمتاز ان هو من مصدر طبيعي وبالتالي امن جدا وتقريبا ملوش اي اثار جانبيه. مش كده وبس، ده المكمل الغذائي ده مهم جدا لتوسعة شرايين عضلة القلب وبالتالي الوقاية من النوبات القلبية، مهم جدا لتحفيز إفراز أنسولين من البنكرياس وبالتالي بيساعد على التحكم في سكر الدم بشكل أفضل، بيساعد بشكل كبير جدا على التحكم في ضغط الدم المرتفع لأنه بيقلل حاجة اسمها البريفرال ريزيستنس أو مقاومة الأوعية الدموية الطرفية، وفي نفس الوقت بيحفز هرمون النمو داخل الجسم. في الأول لازم نفهم مع بعض أن جسمنا موجود فيه بشكل طبيعي مادة اسمها نيتريك أوكسيد. مادة النيتريك أوكسيد دي مسؤولة عن حاجة اسمها الفازو دايليتيشن أو اتساع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم لأي منطقة أو عضو داخل الجسم. المكمل الغذائي اللي بنتكلم عليه النهاردة هو عبارة عن أمينو أسيد مادة اسمها الـ أرجينين. الأرجينين ده موجود بشكل طبيعي في الأكل بتاعنا ومهم جدا لزيادة محتوى النيتريك أوكسيد داخل الجسم. يعني احنا لو خدنا مكمل غذائي بيحتوي على الأرجينين بتركيز عالي، ده بيساعد بشكل كبير جدا على حدوث الانتصاب بشكل قوي وعلاج الضعف الجنسي. لازم نفهم ان الأرجينين الجرعة بتاعته عشان يبقى فعال لازم تكون بين 2.5 جرام و 4 جرام كل يوم، يعني تقريبا حوالي 3 أو 4 حبايات من الأرجينين تركيز 1000. وهنسيب لحضراتكم لينك في وصف الفيديو تحت عبارة عن رابط حضرتك تقدر من خلاله تشتري الأرجينين من مصدر أمريكي محترم وفي نفس الوقت بسعر معقول. الرابط ده هيكون فيه نسبة أفليت للقناة هتبقى حوالي في كل عملية بيع 5 سنت. يعني نقدر نستخدم الأرجينين كبديل للسيالس والفياجرا ولا لا؟ حقيقي الأرجينين من الحاجات اللي هي فعالة جدا في الحصول على انتصاب قوي، ولكن لا يمكن انها تستخدم كبديل للفياجرا والسيالس. احنا نقدر نستخدم الأرجينين لمدة 12 اسبوع 3 حبايات كل يوم او جرعة 4-5 جرام كل يوم لمدة 12 اسبوع، هنحصل على نتيجة قوية جدا لو استخدمناه مع السيالس او الفياجرا او البدايل بتاعتها. نتمنى لحضراتكم كل صحة وعافية. صحتك في 5.